الرحمن الرحيم. طبعا بحمد ربنا على النتيجة وعلى الأداء اللي احنا أدينا مباراة على أعلى مستوى، خصوصا في الشوط الأول ظهرنا بشكل كويس جدا. كان عندنا مشاكل في بعض فترات في الشوط الأول، أول 5 دقايق يمكن من الشوط الأول أو 4 دقايق كانت اللعيبة عندها حالة عدم اتزان بشكل كبير، لكن بعد 5 دقايق بالضبط قدرت تمسك نفسها وتتملك زمام المباراة بشكل كويس. قدرنا ان احنا نوصل عن طريق اشرف والهدف اللي طلع تسلل، وبعدين قدرنا ان احنا نتغلب عليهم بشكل كويس وجونين ورا بعض في توقيت مهم جدا. اخر 3-4 دقايق في الشوط الاول كان عندنا فيهم مشاكل في ان اللعيبه كلها رجعت شويه لورا بدون تعليمات ان احنا مش عايزين نرجع لورا، لكن احيانا الحفاظ على المكسب بتبقى عايز تطلع الشوط 2-0 افضل كتير من ان انت تطلع شوط 2-1. ما اعرفش ايه سبب الارتراجع دوت، ده هنشوفه مع بعض في فرقتنا. لكن الجون اللي دخل او ضربه الجزاء اللي حصلت علينا اتحسبت علينا، ادت روح وطموح لفرقه الجون ان هم ممكن يعودوا مره ثانيه للمباراه. احنا دخلنا نظمنا نفسنا وحبينا ان احنا نزق لاعبتنا، لكن الشوط الثاني مش بنفس المستوى اللي احنا اشتغلنا عليه الشوط الاولاني، واحنا كان عندنا شويه مشاكل. لكن اللعيبه النهارده اصرارها ورغبتها وعزيمتها ان هي تطلع بالمباراه بمكسب ده مهم جدا. احنا ماشيين بخطه ثابته من المباراه اللي فاتت، الروح اللي احنا ظهرنا والبلاس 90 اللي احنا كسبنا فيها ادانا النهارده برضو افضليه كتير ان احنا نقدر نحافظ على روحنا واصرارنا ورغبتنا، خصوصا ان احنا بندور على بقالنا فتره كبيره. احنا رايحين برضو على معترك كبير جدا، مباراه زي مباراه الوداد لابد ان الناس تطمن وجمهورنا يطمن ان احنا حتى لو احنا مش هتمشي معانا الكوره بشكل او باخر هنقاتل وهنبقى عندنا حافز وعندنا دافع ان احنا نرجع تاني للمنافسه في بطوله افريقيا. وده اللي انا شفته في عيون اللعيبه وشفته في اداء اللعيبه النهارده، فبشكرهم الحقيقه. انا عارف ان العشر ايام اللي فاتوا دول كان فيهم ضغط بدني ذهني فني كبير جدا، الحقيقه الاستجابه كانت سريعه، قدرنا نعدل بعض الامور وده ظهر بشكل كويس جدا. الزمالك لعب كوره من كوراته اللي احنا كنا بنحبها بقالنا فتره كبيره خلال الشوط الاولاني استمتعنا بيها، لكن انا دخلت بين الشوطين كلمت فيه ان المتعه لوحديها مش كفايه، المهم جدا ان احنا نطلع بالمباراه بثلاث نقط مهمين. كابتن مبروك الفوز النهارده، وعايز اتكلم مع حضرتك في فوز ويتشر كابتن النهارده. حضرتك سلمت فريق الكابتن احمد ابو حفيظ في وقت صعب، وشفنا فارق كبير قوي بين الزمالك في الفتره اللي فاتت والزمالك في الماتشين. ايه السر الاختلاف الكبير اللي حصل ده، وايه ابرز نصايحك ورسائلك للعيبه من خلالها حصل الفرق؟ الحقيقه يعني احنا على قد ما احنا بعدنا عن الفرقه 6 شهور لكن احنا مش بعاد عن الفرقه بقى، يعني كاشتغلنا في الفرقه وعارفين الامور اللي مشيت بالفرقه بشكل كويس. احنا كان رسائلنا ان احنا هندي كل واحد حقه، رسائلنا ان احنا هنحاول نوجد واحد واثنين وثلاثة في كل مكان، وده اللي يمكن واضح ان انا لما جينا اشتغلنا ادينا رؤى كان بعيد جدا عن في الفترات المشاركه. الحقيقه لما تبقى انت زملكاوي او حتى مدرب وبتشاهد المشهد من بره وتلاقي ان عندك غياب طارق حامد ليه تاثير كبير جدا على الفريق، لابد انت كمدرب او حتى كزملكاوي وكل الزملكاويه اللي موجودين يقول لك لازم توجد بديل للراجل المصاب. الحقيقه دوره كبير طارق حامد، لكن انت كان عليك كمدرب ان انت ترجع بشكل كويس جدا وتجهز كمان بديل لطارق حامد اللي ربما بنسبه كبيره ما يكونش معاك كمان مباراه الوداد. فده دور مدرب. احنا اشتغلنا معنويا، اشتغلنا على نظام والتزام. يمكن كان في تفاصيل وكواليس خلال المباراه في يوتشر ما حدش يعرفها، التفاصيل والكواليس دي بيننا وبين اللعيبه ومش ممكن انا هقولها ومش ممكن افصح عنها. الحاجات البسيطه اللي اتعملت تبدو من وجهه النظر ناس صعبه، لكن هو ده الاساس اللي احنا بنشتغل عليه، وهو ده اللي احنا ان شاء الله هنحاول نصر ان احنا نشتغل عليه ونحافظ عليه. عشان كده لما ربنا يكرمك في البلاس 90 تبقى انت عملت اكيد حاجه صح، وده اللي احنا بنشتغله. انا اديت الثقه لكل الناس. ناس كتير سالتني في المؤتمر اللي فات ليه لعبت فلان وليه استمريت على فلان، النهارده فلان اللي انتوا بتسالوا عليه، واتكلم بصفه خاصه على حمزه. المباراه اللي فاتت ناس كتير قالت لي ليه فضلت مصر على حمزه و و و النهارده حمزه بيأدي مباراه من 4 المباريات اللي موجوده، دفاعيا ادى بشكل كويس، ظهر بشكل كويس. انا واجبي انا المجموعه اللي موجوده دلوقتي في الفرقه ال 20 لعيب او ال 25 او ال 28 لعيب اللي موجودين، الفرقه هي دي، وفي 3 بره طارق حامد وشيكابالا
وعبد الله جمعه ومجموعه الشباب اللي هتكمل معانا الموسم، وهم دول المجموعه اللي هيكمل معانا الموسم.